سو شباب اليوم باش نحاول نعاود الماركي ازين 3 بونتوات في البطوله التونسيه. مادامني مانيش عارف انهم اللي باش نعاودهم، اول حاجه عملتها مشيت تفرجت في احسن بونتوات نتاع السيزون اللي فات. احسن 3 بونتوات عجبوني هما بونتو محمد علي بن رمضان كونتر الرجيش، محمد علي بن رمضان والهدف، بونتو زين الدين بوتمين كونتر القروان، وبونتو ايمن الصفاقسي كونتر الكليو. اول بونتو باش نبداو بيه هو بونتو محمد علي بن رمضان كونتر الرجيش. بونتو صعيب برشا الحقيقه، حتى ديريكت في الكاتر فان، ان شاء الله بركه ما نعديش على شيء كامل وانا نشوف. ليتس جو. اول شو طاي ايش خايف ليس ساره بارك ساره بارك هاي مشيت لوت هذا واحد تاع محمد علي بن رمضان يا ساره بارك ايش خايف برشا وراك وهاي والله شدها خايب خايب شت في الوسط كنترول خايب ووه مقرب واحد كنترول خايب برش وهاي ووه شدها كيفية كيفية شهدها كيفية سيبنا سيبنا شنية الفارات في كلمة سيبنا يا فارس اوه عليها برشا هاي 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 نتاع بن رمضان هاي طيب كان تعديه ولسع بونتو في الفيديو اللي هو بونتو زين الدين بوتمين. بونتو صعيب برشا ماركيه كونتر القروان، عمل إلاستيك كما يقولوها جماعة الفيفا، داز الكرة بين الدو ديفونسور، حط الكرة على ساقه اليسار، أونجل صعيبة برشا. بونتو من أصعب بونتوات اللي ريتهم، إن شاء الله بركة نجم نعاودو فيس. ليتس جو. يا شو تلقى؟ شوف 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 الكرة كوارجي ولا لا؟ كوارجي ولا لا؟ عندك نيفو ولا لا؟ اوه في الوسط هاي يا خاطرش البرجولة ما بيسيرش شو تيسر في ايش انا قلت لي انا اصلا قلت البرجولة ما عملتوش هاي يا رحيم يمشي يا فارس شارج يا فارس يا زياد برجو ليا شو تصعب من البرجول حمالتين ولدي هذي مالها برجول هذي اصعب من اللي عملها هاو فكر هيك هاو خليت ماركيز مار بالهث شنو بونتو شنو انا واحد اخر ليه خرسيه ليه هاي يحب يعود واحد اخر بليه خليه تحدي على وجهك طيب كان تعديه البونتو ايمن الصفاقسي كونتر الكلوب دخل على ساقه كسر بلال عيفه حط الكره على ساقه اليسار وشات فرابور رولي مزيانه برشا نتصور روحي نعاودو فاسيلمون برا نجربوه ليتس جو طيب تقريبا مش خايف ثالثه ثالثه ما كانت حتى كاميرا تصور ماركيت زوز هيا هيا والله شدها امبوسيبل نسير شاي هاي باباش هاي والله شدها يا رب هاي والله شدها وعلى امي والله يتلوح والله يفزي علي جبت ديدا وما في باليش
بيلت برجولة نزلنا قالوا حال باي با باي شيت لوت هاي دالية هاي هاي ليه ليه هاي ليه والله كان شدها والله ندوخ غادي والله اه يا كيس حبرتو لي صوت والله كيس حالك وصلنا لاخر الفيديو ان شاء الله يكون عجبكم كان عندك اي بونتو تحبني نعاودو تعرفوا صعيب تنساش باش تخليه في الكومنتارات سينو تنساش باش تعمل سبسكرايب وتعمل لايك حاجه تعاوني على الاخر اند بيس